السلام عليكم شباب. اليوم عندنا الجزء الثاني من محاضره 15 مال ريسبتورز. الجزء الاول كنا كان بيزكس، كان معلومات يعني بيزكس عن يعني الفسلجه، تشمل الفسلجه ككل. وهسه حنبدي بالسنسيشن، بالسنسيشن بارت وموتور بارت، وتكون تحصل ماده مال سي ان اس فيزيولوجي. فالسنسيشن بدايه يقول لك شنو هي التايبس اوف سنسيشن، شنو انواع السنسيشن اللي انا حاخذها. عندي سوماتيك سنسيشن، سبيشال اند فيسرال. السوماتيك انا حدرسها خلال سي ان اس فيزيولوجي، سبيشال حتكون ضمن سبيشال سنسز، هذا موضوع خاص بيها، والفيسرال هم موضوع خاص بيه. ف سوماتيك سنسيشنز هي سنسيشنز اوف ذا بودي، يعني الاحساسات اللي يحسها جسم مادي وتروح للبرسبشن مالتك، للادراك مالتك، مثل احساس الحراره، البروده، الالم، التاتش، البريشر، ثاني كلهم نحسهم احساسات يسموها احساسات الجسم. which process sensations that arise from the skin، مو بس السكن، and tactile sensation مثل التاتش، بريشر، سينثيتيك، تيكلينج، اتشينج، بين، ثيرمال الى اخره. سبيشال سنسيشنز اللي هي الفيجن، السميل، التيست، الهيرنج، والكولبريوم، روتيشنال اند لاينر اكسلريشن، هاي بالكولبريوم. اوكي، هاي حنرسها ضمن موديول سبيشال سنسيشنز. فيسرال سنسيشن اللي هي لها علاقه بالاشياء الكيميكال تشينجز، مثلا تقيس لك الاوزمولاريتي، تقيس لك الاكسجين تشينج، تقيس لك الدي او 2 عمود صفه ريسبونس لها. ف which are those concerned with the perception of the internal environment such as detection of osmolarity, plasma of the plasma, pH, other body fluid chemistry and pressure. تقيس لك البريشر مثل البارو ريسبتورز اللي موجوده. فيسرال سنسيشنز هذا تقسيم حسب المكان، حسب الكايند او التايب اوف سنسيشن اللي قاعد تنقل لك اياه. Somatic sensation انا حدرسها ضمن هذا ال CNS. Somatic sensations are sensations which are conducted by the somatic nerves and come to conscious perception. يعني بتخلي ايدك مي حار تنتقل بسنسوري نيرف تروح للبرين ويصير عندك ادراك انه هذا مي حار. هيك فاكو حنقسمها تبعا للفانكشنال الكلاسيفيكيشن اللي اخذناه بالمحاضره بالجزء الاول اللي هي تكون ميكانوسبتيف، يعني اللي يفعلها واللي يشغلها هو ميكانيكال ستيمولس، او ثيرموسبتيف اللي يفعلها ويشغلها هو ثيرمال تشينج او ثيرمال ستيمولس، والبين انه مثلا عندك انجري حتتفعل بيهم. زين نجي على الميكانوسبتيف سنسيشن. Sensations اللي تتفعل بميكانيكال ستيمولس، يقول لك these sensations produced by mechanical stimuli which stimulate the mechanoreceptors. Mechanoreceptors are receptors which are especially sensitive to mechanical stimuli and they are classified into. أول شيء حنقسمها الميكانيكال اللي تتفعل ميكانيكال ستيمولس إلى حسب المكان إلى deep وإلى منو؟ إلى cutaneous mechanoreceptors، أوكي؟ الـ cutaneous اللي هي موجودة بالجلد والسبكوتينيس تشو، تنقل لك السنسيشن مال ميكانيكال ستيمولاي من الجلد والسبكوتينيس تشو. مثلا منو؟ يقول لك there are of three types، يعني اللي يقول لك مثلا naked nerve endings اللي هي free nerve endings on the basket. مثلا ال endings around the hair follicle، يجي نيرف حول الهير فوليكل مثلا هذه، ويجي لا وين الهير فوليكل؟ هاي الهير فوليكل، يجي نيرف يظل يلف حول الهير فوليكل بحيث يحسس لك الحركات اللي تصير بالشعر مالتك، الحركه شعر تتحرك شيء ينقل لك احساس منها. واكسباندد نيرف اندنجز يعني النيرف يمشي هيك بعدين يكون مثل الديسك او هيك مثل الاكسبانجن، اوكي بنهايته يعني بالريسبتورات. هذين الريسبتورات طبعا مثل الميركل ديسك او ريفاينينج كوربوسل، ولو ان ريفاينينج كوربوسل يعني هي انكابسوليتد وتكون هيك وين هالريفاين هاي تكون هيك تكون انكابسوليتد تكون هيك تتفرع بشكل متوازي وتكون انكابسوليتد كبسول واحد، فهو ما اعرف ايش خاله هنا ما اعرف يعني صراحه، بس هي المفروض تكون ضمن الانكابسوليتد، يعني ضمن الهيستولوجي رافيني كوربسلز هي ضمن الانكابسوليتد. المهم كابسول انكابسوليتد انه هي تكون النيرف اندنج او الريسبتور هيك ممتد متفرع بعدين تجي حول كبسول من الكونكتيف تشو مثل الباسينيان كوربسل والمايسنر كوربسل، ثوري طبعا اسماء العلماء اكتشفوها. يعني ذن انواع الريسبتورات اللي تلقيهن هنا بالكوتينيوس ميكانوسبتورز. اوكي شو ذاك الجدول اللي قبل شوي اخذناه او اخذناه بالجزء الاول هذا، احنا ذني نفس الشيء الفكره مالته انه شنو هن الموجودات هنا. فلو free nerve endings لو around hair follicles اللي هم يعني هم من free nerve endings لكن يعني تكون هيك محوطة بالhair follicle، او expanded nerve endings اللي يكون بها expansion من نهايتها مثل miracle disc و encapsulated اللي هي الباسينيان والماسنر. اما deep mechanoceptors اللي تحسس لك بالميكانيكال stimulus بس موجودة بالdeep tissue، ومنو هي deep tissue اللي هي المسلز اللي هي منو هي لو المسل spindle لو الجولجي tendon organ.
المسل سبندل موجوده بالجزء اللحمي بالفليشي بارت اوف ذا مسل، يعني موجوده ويا المسل فايبرز نصهن يعني موازي لهن، والجولجي تندن موجود بالتندون، الجولجي اورجان موجود بالتندون اللي يسموه جولجي تندن جورجز. المسل سبندل تتحسس لك بالستريتشنج اللي يصير بالمسل، بالمسل مالتك المسل الستريتشنج مالتها، يعني ستريتشنج يعني هاي مسل جرها من هنا وجرها من هنا بهالاتجاه صار بيها ستريتشنج هيك قاعد شلون الاستيجه من جرها تتمدد. في يقول لك هي ستريتش ريسبتورز فاوند ان ذا فليشي بارت اوف ذا سكيتال مسل تتحسس لك بالستريتشنج. اما الجولجي فموجوده بالتندن تحس لك التنشن يصير بالتندن، يعني انا من اجي عليك واسوي هذا الفحص مال تندن جرك واضرب التندن بالشاكوش هذا مو حيشد التندن راح يقيس لك اياه الجولجي تندن اورجان، ويقيس لك همين المسل من يصير بيها كونتراكشن هم راح يقعد تسحب العظمه هيجي وهذا راح يصير بيه تنشن حينشد التندن فراح تقيس لك هذا التنشن. فهي المهم تقيس لك التنشن ريسبتورز فاوند ان ذا تندنز اوف سكيليتال مسلز. هذا يكون هيستولوجي ميكانو يعني موجوده بالهيستولوجي هاي المعلومات. ميكانو ميكانو سبتيف سنسيشنز او ميكانو ريسبتيف سنسيشنز شنو هي السنسيشنز اللي حاخذها؟ طبعا ذني قلناها ذني ريسبتورات انواع ريسبتورات، بس شنو هن السنسيشنز الميكانيكال اللي سبب يعني شنو هي الستيمولس اللي تصير عم تفعل من الريسبتورات؟ اول شيء عندي التاتش اور التكتايل سنسيشن اللمس الطخه التاتش. التاتش هو كوتينس سنسيشن هو يصير مثلا بالجلد باتك وبالسبكوتينس. المهم برودوس باي لارج ميكانيكال ستيمولاي ذير ار تو تايبس اوف تاتش سنسيشن. شوف بكل الميكانيكال سنسيشن لو بيها كرود لو بيها فاين، شنو الفرق بين الفاين سنسيشن والكرود سنسيشن؟ الكرود يكون يعني بدائي يكون primitive يكون ما يحدد لك مكان السنسيشن بالضبط وينه، ما ينطيك لوكاليتيك بالضبط وين هي وما ينطيك تدرجات الهواية. مثلا قلنا مو اكو اكو مثلا حار واحار واكثر حرارة وهيك شيء، ما مثلا اضربك بوكس بوكس اقوى بوكس اقوى منه بوكس اكثر قوة بوكس يدمرك بوكس يخلي لك كوما. السنسيشن الكرود ما يحسس لك هاي التدرجات ولا يعني بالضبط، يعني ممكن مثلا ما يقول لك مثلا خلينا نطلع على الحراره، بس هو مو بالحراره يعني حكي بالسنسيشن، يعني الحراره اصلا كرود. مثلا يقول لك الحراره 20 50 90 بينما الفاين حيقول لك 20 21 22 25 27 28 يعني يعطيك اياها يجي اكو ديسكريمينيتيف اكو كلش تحديد بالحراره. فيقول لك the كرود سنسيشن في السنسيشن without accurate identification of locality and number of stimuli ما يعرف الانتنسيتي بالضبط احدد لك اياها and it is of two types لو يكون tickling لو يكون itching. tickling يعني شلون واحد يدغدغوه هم من هاي يسموه touch sensation. sensation produced by mild tactile stimulation of certain areas of the skin usually leading to involuntary laughter reflex يعني صار عندك واحد يضحك من يدغدغوه. itching اللي itching هاي الاحساس بالحكه، شلون يصير عندك احساس بالحكه بجلدك فهذا هم sensation يكون ناتج من شنو؟ ناتج من touch بس يكون كرود touch. مثلا حشره تمشي على ايدك او فد يعني اشياء ارتنت موجوده بالجلد تصير على جلدك فتسبب هذا الاحساس. اذا sensation of skin irritation which leads to desire for scratching يصير اكو scratch reflex. tickle and itching signal are transmitted by slowly conducting type 4 nerve fibers يعني هاي مهمه من ينقلهن type 4 nerve fibers وهي slowly conducting. اذا انت من حس احساس حكه بايدك شنو اللي حيصير؟ انت الاحساس هذا حيوصل للبرين، البرين ينطي ريفلكس عمود يخليك تحرك الموتور عمود تخليه تحك هذه المنطقة. ليش حتحك هذه المنطقة؟ أول شيء بنحك هذه المنطقة اللي تولدت لك هذا الإحساس حتوخر مثلا السبب اللي خلاك تحكها مثلا الحشرات أو شيء. إضافة أنت من تحك هذه المنطقة حتنقل إحساس ثاني بنيرف ثاني. من يوصلون للسباينال كورد النيرف خلينا نرسم النيرف اللي نقل الإحساس مال الحكة يعني اللي ينقل احساس مال حكه مال اتشنج والنيرف اللي ينقل احساس مال ايدك من حكتها من سويتك سكراتشنج هذا مال سكراتشنج حيطلع لاترال حيسوي لاترال انهبيشن بلاترال انتر انهبيتر انتر نيورون حيطلع كولاترال انهبيتر انتر نيورون انهبيتر انتر نيورون يطلع منه نيرف يسوي لاترال انهبيشن لهذا الاحساس مال حكه وبالتالي بس هذا الاحساس يبقى مال حكه مالتك واضافه انه حيطلع سيروتونين يخليك تحس بالرضا او شيء فهذا اللي يصير من يعني هذا الرفلكس هذا يسبب يعني هاي الاشياء اللي يؤدي لها هذا الرفلكس. فسكراتشنج ريليف ذا اتش باي ريموفينج ذا ريتيتنج ستيمولس اند ذا بريسينابتيك لاترال انهيبيشن بريسينابتيك لاترال انهيبيشن اوف ذا سنترال تيرمينال اوف ذا برايمري اتشنج كوندكتنج فايبرز سو لاترال انهيبيشن. ذيس سنسيشنز ار كوندكتد باي كروس سنسيشن كل كرود ينتقل بالانتيرير سباينو بالانترو لاترال سباينو ثلابيك تراكت
anterolateral pathway. هذا الانتيرولاترال حيقول لك الكروسيزيشنز والتمبرتشر والبين. اما الفاين سنسيشن او الفاين تاتش هو اكيوريت السنسيشن وذ اكيوريت ايدنتيفيكيشن اوف ذا لوكاليتي اند ذا نمبر اوف ذا ستيمولاز اند كلاسيفايد انتو توبوجنوسيس. طبعا جنوسيس طبعا شنو الاشياء اللي حتجيك من الفاين تاتش؟ هو يحدد لك المكان بالضبط ودقيق كلش ومهم، هو نفس التاتش بس يكون دقيق ويحكم لك بالماجنتود، يعني تعرف ان هذا اقوى اقوى اكثر اكثر قوه يعني الانتنسيتي. اول شيء عندي توبوجنوسيس، جنوسيس يعني ايدنتيفيكيشن دايجنوسيس، والتوب يعني تاتش، فتحدد التاتش بالضبط وين هي. من ضمن الفاين تاتش الاشياء حتطلع منه انه تقدر تحدد التاتش مالتك بالضبط وين. انا جيت طخيتك باصبعك فهتعرف بالضبط وين طخيتك بيا منطقه بالضبط بالضبط النقطه بالضبط وين ما هي. اوكي ف localization of stimulation of stimulation point بالضبط تعرف البوينت اللي صار بيها ستيمولس وين هي، بينما ذاك ما يصير بيها هذا الحكي. ثانك يو تو ها صراحه ما اعرف يعني صراحه ايش اقصد بيها، يعني شنو هي الاكويتي وتناسب the distance of error in localizing the stimulus. بس هو الفكره شنو هي الفكره انه كل ما زادت الريسبتورات مال فاين تاتش اوكي كل ما كان تحدد المنطقه بالضبط، كل ما تزيد هاي تزيد الاكويتي مال هذه الخاصيه. خاصيه ثانيه تكتايل discrimination. شنو يعني تكتايل discrimination؟ يعني تميز بين تو تميز بالتكتايل، يعني انا لو جيت على ايدك وخليت وحفزت نقطتين وبوقت واحد ثاني النقطتين حتحسهن وبوقت واحد، من حفزت نقطتين وبوقت واحد على جدك ذن النقطتين حتحسهن اثنيناتهن وبوقت واحد ولو كأنه كان النقطتين مو كنقطة واحدة. وهاي الخاصية تكون يعني كأنه بالبداية تحس نقطة واحدة بالضبط وين، هاي تحس نقطتين بالضبط وين هي واثنيناتهن قريبات من اللوخ، واحدة قريبة من اللوخ. يعني شنو identification of two tactile stimuli applied simultaneously as applied simultaneously as two separate points of contact. يعني تبينهن انه هنا اثنين. يعني شنو مثلا جبت هذا الفرجال اللي هو الكمباس وخليته على ايدك هنا بي اثنين يعني two ends كانت نهاية هنا وends بصفة هنا، المسافة بين ذني الends كلش قريبة كلش قريبة. اذا خليتهن ذني اثنيناتهن بمرة واحدة وبوقت واحد ولازم عينك اثنيناتهن مسدودات with two with both eyes closed حتحس انك كانه نقطتين اوكي مع العلم انه كلش قريبات. هذا الاحساس او هذا الخاصيه تزيد كل ما تزيد الريسبتورات، هاي احفظها، كل ما تزيد الريسبتورات بحيث كل ريسبتور ريسبتور ينقل من هنا وريسبتور ينقل من هنا، وكل ما تزيد الباثويز مولر لو كل ما تزيد. يعني باع شوف شوف انا خليت ستيمولس من هنا وستيمولس من هنا وكانت المسافه بيناتهم كلش قريبه اوكي، هذا ستيمولس وهذا ستيمولس والمسافه بيناتهم كلش قريبه، فكل ما زادت الريسبتورات الموجوده بالسبكوتينيوس تشو بحيث تكون لكل ستيمولس اكو ريسبتور ينقلها، ونتيجه لذلك حتزيد الباث وايات اللي تنقلها، منها باث واي طلع ومنها طلع باث واي، والباث وايات تظل هوايه، يعني ما يصير اكو خاصيه الكونفرجنس بيها، ما تقعد تجمع باث واي واحد وهذا الباث واي كلهم ينقلهن، بحيث هذا يصير بالكروس سنسيشن، بحيث ما تعرف بالضبط وين جاك الاحساس، جاك من اي منطقه، ما جاك من نقطه محدده، اوكي؟ فكل ما زادت الريسبتورات وكل ما زادت كل ما زادت الريسبتورات وكل ما زادت الباثويات اللي تنقلها بدون ما يصير كونفرجنس، وكل ما صعدت السباينال للبرين واكو سيريبرال سيل اكو خلايا بالدماغ تمثلها، يعني كل نقطه تمثلها خليه، مو كل منطقه تمثلها خليه، لا كل نقطه تمثلها خليه. كل ما زادت هذه الاكويتي مال هاي الخاصيه، كل ما هاي الخاصيه كانت اقوى كانت افضل، اوكي؟ فهي هاي الخاصية مسؤولة عنها. يقول لك if it tested by a compass test or using discriminator equity حدة هذه الخاصية is inversely proportionate يعني تتناسب تناسب عكسي ويا ال 2 point threshold. يعني شنو هو ال threshold اللازم على مود اخلي 2 point احس بيهن، كل ما يزيد ال threshold كل ما يكون اصعب انه احس ب 2 points وقت واحد، يعني حتتناسب عكسيا which is the minimal distance 2 point threshold which is the minimal distance at which the two stimuli are felt as two separate points. يعني هو اقل ديستنس اقل ديستنس، خلينا ندخل نرسم هاي الشيخ ابيض بس لحظه 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 اقل ديستنس اقل ديستنس احس بي بنقطتين stimulated اقل نقطتين صار تحفيز لهن وعين اثنين مسدوده
واحس كانه نقطتين، هذا يسموه التو بوينت ثريشولد. كل ما زادت الدستنس، كل ما انه حدت هذه يعني كل ما زادت الدستنس اللي احتاجها، مثلا صارت هالقد، احتاج هالقد دستنس على مود افرق بين بين النقطتين، انه هن كانوا نقطتين مو نقطه واحده، من اللي هي ستيمولس دفعه واحده. كل ما الاكويتي مال هذا الخاصيه قل، كل ما الريسبتورات قلت او صار كونفرجنس هوايه، او انه خليه يحسب البرين مسؤول عن منطقه معينه، فلازم اوصل للمنطقه الثانيه اللي توصل الى خليه ثانيه عمود، احس انه هنا كانوا نقطتين او منطقتين. اوكي، فذن التستات تستخدموها العمليه موجوده. نفس الفكره هنا يقول لك بالدورزل اوف ذا هاند بالفينجر تيب، ذن يزيدن ويقلن حسب الريسبتورات وحسب الباث ويز. عندي البريشر سنسيشن اللي هو احساس بالضغط. There are two types of pressure receptors اللي هي من هو الرابيدلي ادابتنج باسينيان كوربسل والرفايني اندنجز. هذول الاثنين حساسين للبريشر، واحده سلولي ادابتنج واحده رابيدلي ادابتنج. ذا اكويتي طبعا دائما الفاين سنسيشن تنتقل بالجراسيل كيونيت باث واي، وذن حندرسها بالمحاضره الجايه اللي هي الدورزل كولوم ومال السباينال كورد. يقول لك ذا اكويتي اوف ذس، يقول لك هذا احساس بالضغط اللي هو نقل الباسينيان والرفايني. شلون اتحس يعني اتاكد من انه هو سليم؟ شلون الفحص اسوي؟ اخلي ايدي على رحله، اوكي، يعني سبورتد هاند، وهاي السبورتد هاند اخلي اثنين ايدياتي على فد رحله او ميز، يعني تكون في المهم تكون سبورتد، وايدي اخلي عليها وزن وايدي الثانيه اخلي عليها وزن ثاني، وعيني مسدوده، واسالها منو الاثقل منو الاخف. اذا عرف يميز بين ذني وذني فان البريشر مالته يشتغل صح، اذا لا اذا لا فانه عنده مشكله بهذا البريشر. The equity is tested by applying different weights on a supported hand of a blindfolded subject. يعني two eyes are closed, both eyes closed. Then the subject or the patient is asked to identify which weight is heavier and which is lighter. بس مو انه ايده ما supported، ايده بالهواء واخلي عليها وزن واقول اساله، هنا ما حيحس البريشر، هنا حيحس المسل تنشن، هنا غير الفحص وغير احساس، اوكي؟ اهم شيء تكون supported، يعني تكون passive، ماكو عضله قاعده تشد وتحرك وعارف انه هذا ثقيل وخفيف. اكو كرود بريشر واكو فاين بريشر، وقلنا شنو الفرق بين الكرود والفاين. اكو شيء اسمه ستيريوجنوسيس، ستيريو يعني مجسم او 3 دي شيب، وجنوسيس يعني تحديد، فهي القابليه انه تحدد الاشياء ال 3 دي، تعرف شنو هذا الشيء بس من خلال ملمسه. فهي special type of sensation which is defined as the ability to identify object by handling them without seeing them. اكيد يعني بين الفحوصات كلهن with both eye closed، مثلا اعطيك مفتاح وانت عينك مسدوده، تظل المفتاح تلزمه بايدك، تظل تمشي ايدك عليه من فوق من جوه تحسس بيه، بعدين تقول لي هذا المفتاح او هذا كوين. The ability depends on two conditions which favor the development of high degree of stereognosis. اذا عندك التاتش والبرشر سنسيشنز تكون انتاكت، تكون ما بيها شيء، ما بيها اي مشكله، بحيث تعرف انه هذا المفتاح شكله شيء بيتقوس بعدين بيصعده ونزله، هاي المزقزقه مال المفتاح وشيء. اضافه الى هذا intact cortical sensory somatic association area of the parietal lobe. شنو هي somatic association area؟ هي منطقه موجوده بالبرين، هذه المنطقه يسموها somatic association area، يعني المنطقه اللي تجمع السنسيشن مع الجسم كلها. شنو معناها؟ هذه المنطقه هي اللي تسوي meaning للسنسيشن، تنطي meaning للسنسيشن. ليش؟ مثلا انت اذا جاي لازم ايد ولد صغير، حتنقل حينقلك تاتش وبرشر وهاي ما عندك اي احساس، بس مثل لازم ايد خطيبتك، لا حينتقل احساس التاتش واحساس ثاني، انه هذا احساس يختلف عن احساس انه لازم ولد صغير، احساس عن اختلاف لازم ايد اخوك او ايد صديقك او شيء. هاي منو حينطي مينينج لهذا السنسيشن؟ هي السوماتيك اسوشيشن اريا، تجمع السنسيشن كلها وتعطيها فد مينينج، مو تعطي فد ريسبونس لهذا المينينج. مثلا فبهاي العمليه انت من حتجد هذا المفتاح تلزمه، تشوف فيه تعرجات وصعده ونزله، واكو تاتش واكو والثيرمال ريسبتورز، حتحس انه هو بارد لو حار، ما تعرف انه هذا شنو نوع الجسم. يعني كلهم حيروح على السوماتيك اسوشيشن اريا وحيقول لك انه هو مفتاح، اذا هي خربانه فمجرد السيشن حيروح وها حينتهي حتنساه ويروح، ماكو فد شيء يجمع بين السيشن عم يطلع بنتيجه واحده، اوكي؟ فهو لازم تكون هاي انتاكت المنطقه. It's conducted by gracile and cuneate pathway. طبعا هذا من مسؤول عن الفاين تاتش والفاين بريشر، لان هذا حدد اشياء دقيقه وملمس دقيق وشيء دقيق. اكو عندك المسل تنشن سنسيشن، this sensation is produced by traction of muscle tendons. The receptors are من انا اسوي تنشن للمسل
فمنو اللي يحس المصل تنشن؟ من صار عندي كونتراكشن او هيك شيء، من صار عندي تنشن مثلا هنا التندن يعني يشد شويه، فهذا من يحس بيه الجولجي تندن اورجانز. Muscle tension sensation enable the person to discriminate between different weights by lifting them. يعني من muscle tension هذا يحسس لك ايش قد انشد العضله، ولهذا قلنا ذاك لازم يكون supported عشان يحسس لك البريشر، اذا مو supported حيحس لك المسل تنشن. فالجولجي تندن اورجن حيحس لك اياه. فتعطيه هو مغمض عينه، تعطيه اوزان مختلفه تقول له شيلهن ان سبورتد هاند، فتحس العضله قد تشد، فتعرف انه هذا اثقل وهذا اخف، تعرف انه هذا النظام يشتغل. Proprioception sensation، شنو هو Proprioception؟ هو sense of position of movement and rate of position or rate of movement. Sense of position يعني مثلا انا اعطيك ايدي، تعرف اعطيك مثلا واحد مغمض عينه وتزم اصبعه، تنزل اصبعه، صعد اصبعه، يقول لك انه هذا صاعد او هذا نازل، فيعرف البوزيشن مال اصبعه من خلال العضلات مالته. او مثلا تبي تحرك اصبعه او توقف اصبعه، فتساله هذا يتحرك لو لا، فهو يعرف وهو مغمض عينه. او مثلا تحرك اصبعه خفي سريع او بطيء، فهو يعرف الريت اوف موفمنت. هذا كله يسموه بروبريوسبشن سنسيشنز. واضافه الى هذا، هذا البروبريوسبشن هم يعني اضافه لان يعرف لك الاجزاء مال جسمك شنو او وضعهم، انه هي بوزيشن او هي في البوزيشن مالتها شنو، او هي بحركه او ثابته، او الحركه سريعه او بطيئه، يعرف لك جسمك كله شنو وضعه، يعطيك في الصوره انه شنو وضع جسمك داخل الفضاء مالته، يعني داخل الفراغ اللي يعيشه، الفراغ اللي حول الجسم، جسم شنو هو، يعرف انه مثلا انت مشيك صحيح مشيك لا، مثلا شفت شق ضيق فش حسوا انت بدون ما تحسب بدون حد تلتفت، حتروح بالجانب وتروح تدخل بالشق هذا. فشلون عرف جسمك شلون حسب حسابات؟ هو هذا يسمى عنه البروبريوسبشن، يعطيك في الصوره مصغره لجسمك في هذا الفضاء او المكان اللي عايش فيه، بحيث انت من تتحرك وشيء ما تركز، انه هو البروبريوسبشن هو كذا ذني يسويهن. Proprioception sensation of position of different parts of body relative to each other and position of the body in space. Proprioception is divided into two types, static proprioception و dynamic proprioception. Static proprioception هو انه تحس بالproprioception. The receptors are the deep mechanical receptors in the muscle spindle and Golgi tendon organs. The muscle spindle has like the stretching with the muscle and Golgi with the tension in the tendon. It's tested by putting a limb in an unusual position and asking the patient with both eyes closed to put the other limb in a similar position. فهنا حيعرف انه البوزيشن شنو، او فحص ثاني انه تتزم اصبعه هو مغمض، ترفعه فتقول له شنو اصبعك، تقول له يقول لك ليه فوق، تنزله يقول لك ليه جوا، فيعرف البوزيشن مالته شنو. وهذا صار عنها المسل سبندل والجولجي تندن اورجن. او دايناميك بروبيوسبشن او كانستاتيك سنسيشن، انه طبعا الريسبتورات مالته هي الباسينيان كوربسل والجولجي تندن اورجن الموجوده بالليجمنتس وموجوده بالساينوفيال ممبرين مال الجوينتس. هذا تيستد ذا موفمنت اوف ا جوينت اند اسك تو تيل وين ذا موفمنت بيجنز اند وين ستوبس اند ذا ريت اوف موفمنت. هذا نفس الشيء، تلزم اصبعه هو مغمض، تحرك ايده وتوقفها، تحرك ايده وتوقفها، ما تتحرك تقول له هذا قاعد تتحرك لواقفه، فهو حيعرف حيجاوب، اذا جاوب صح فهذا ما بيش، اذا جاوب غلط فعنده مشكله. ونفس الشيء اذا من تحركها تحركها سريع وتحركها بطيء، فتقول له صارت اسرع ولا صارت ابطا، فهو لازم يعرف الريت اوف موفمنت شنو هي. بهيك تكون انتهت المحاضره هذه، اتمنى تكونوا استفادتوا وشكرا جزيلا.